بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلاً فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك. نورك المتألق وضياؤك المشرق العلم النهور في طخياء الديجور الغائب المستور جل مولده وكرم محتده والملائكة شهد والله ناصر ومؤيد إذا آن ميعاد والملائكة أمداد سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحشر والناشر ترامة وحيه وولاة أمره ونهيه. اللهم فصل على خاتم وقائمهم المستور عن عوالمهم. اللهم وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه واجعلنا من أنصاره وقرن ثأرنا بثأره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعين وبصحبته غانمين وبحقه قائمين ومن السوء سامين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصادقين أترته الناطقين والعن جميع الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.